حياة طيبة متابعينا. طبعا هذا هو الطريق الواصل إلى بلدة العالية أو المرتفعة كما يطلق عليها في ناحية راجو. طبعا هذا هو المنخفض الثلجي الثاني الذي يضرب هذه المنطقة. طبعا كما نلاحظ يعني بدأت الثلوج بالهطول على هذه المنطقة منذ ظهر هذا اليوم ولا تزال مستمرة بالهطول. شكلت في بعض المناطق كما نرى يعني تراكمات بسيطة. طبعا وكلما تقدمنا أكثر باتجاه قرية العالية أو المرتفعة كلما كانت التراكمات أكثر. طبعا حتى هذه اللحظة تستمر الهطولات الثلجية هنا على هذه المنطقة، وحتى هذه اللحظة لم تسجل أي أضرار إن كان في منازل المدنيين أو حتى المخيمات القريبة من هذه المنطقة. سيد أحمد، حلقة اليوم